الشباب هون اللي بلشوا يشتغلوا اللوحات جميلة، كتروا اللوحات بدهم يشوفوا. جيت شفت الأعمال، قلت لهم شو رأيكم نعمل معرض؟ وعملنا المعرض. هيك كان معرض الحفر نفس الشيء. هلا أربع شباب أول مرة بشوف هيك تكوينات، هيك ألوان وهيك لوحات، وهجول عم يشتغلوا بشغل وبطموح شخصي ما تعليمي أبدا. لأن إحنا وقت اللي بنتحادث ونتناقش على الأعمال ما بنتناقش على العمل إنه هذا بده هيك وبده هيك، على الكونسبت كله بنتناقش، على المفهوم كله. شايفي كيف بقى؟ أنا سعيد جدا بصراحة بقول لك إنه عم يطلع من المركز هيك شباب. هاي اللوحات تمت بالورشات تبع المركز الوطني. إحنا أجينا اشتغلنا لفترة 4 أشهر وكان في الأعمال انتقى منها هدول الأعمال اللي نحطوا بهذا المعرض. في بالورشات أكثر من حدا عم يشتغل، بس هدول الأعمال كانوا مناسبين بالنسبة للعدد أو يعني الإنتاج كان مناسب لأنه ينعرض كمعرض رباعي. مشاركتي بهذا المعرض كانت نتيجة ورشات كنا عم طلعت هون شي 4 شهور تقريبا وطلعت بهي النتيجة. هي كانت نتيجة تراكمات قديمة، يعني أنا كنت عم بشتغل على الوجوه من كتير زمان، من شي 7 سنين وعم بشتغل على هاي الحالة التعبيرية. بعدين جربت وثقة بأنه نحن مو وثقة بمعنى وثقة أو عبر عنا، يعني نحن في شغلات مثلا مثل حديث طفولة مع رفقاتنا لما كنا بالعاشر وهي السيارة، هي شغلات ضل رابطتنا لهذا العمر، يعني هي شغلات كتير بسيطة وما لأي يعني ما لأي قيمة عند أشخاص تانيين، بس نحن عنا بالنسبة لأنها هي خلتنا نكون مرتبطين بأشخاص. فكرة بشكل عام اللي أنا طلعت فيها بهيدا اللوحات هي كانت فكرة أنا بلشت عليها يمكن بالمسابقة الماضية للمركز، كنا مشاركين بمسابقة كنت أنا مشاركة فيها بلوحة اسمها 2020 روزنامة 2020. من هنيك كنت أنا بلشي أحس أنه كل شيء كان عم بصير هو عدد أيام عم تمره والأيام هن الأرقام عم يمرقوا بس. فلمعت فكرة براسي أنه مو بس الأيام أو هن بس أرقام، يعني كل شيء حوالينا شو ما كيف ما طلعنا هن الأرقام، نحن كبشر أرقام، الأشياء اللي بتصير معنا هي كلها أرقام، الحوادث أي شيء نحن عم نشوفه هو رقم نهاية وعم بتسجل وبيتكرر حتى أحيانا. من هون طلع هيدا الكونسبت وبلشت أشتغل عليه. اشتغلت على التكستشر على السطوح بكل لوحة لحتى تعطيني دلالة ورمز معين ليش أنا قاصدة هيدا الشيء وهذا الرقم شو عم بدل ضمن هيدا اللوحة، أو هيك طلعت هيدول اللوحات وهذا الكونسبت. أنا مشارك بثمان لوحات من مجموعة بعنوان وجهة أثر. وجهة أثر هي مجموعة جربت أني لاقي فيها شكل للفوضى المحيطة فينا بشكل عام وجسدها باتجاه أمل جديد ما بين اللون والرمادية، على أمل إيجاد رمادية ملونة بالمستقبل.